نحو 2 مليون مسلم شاركوا هذا العام بأداء مناسك الحج، حيث بدأ الحجاج صباح الاثنين بالتوافد على مشعر منى من أجل رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن أتموا الوقوف بعرفات والنزول بمزدلفة لجمع الجمرات. وقالت السلطات السعودية إنها بذلت جهودا إضافية هذا العام لضمان انسيابية الحركة بين الحجاج وضمان عدم حصول حوادث، وقد ترافق ذلك مع تحليق لمروحيات وطائرات مسيرة في الأجواء من أجل مراقبة حركة الحجاج وتنقلهم، بينما عمل آلاف من عناصر الأمن على الأرض وقوفا أو على متن سيارات ودراجات نارية للمساهمة في الناحية التنظيمية. كما اتخذت السلطات إجراءات منها تزويد الحجاج بسوار إلكتروني يتضمن معلوماتهم الشخصية وزيادة تجهيزات المراقبة. الحمد لله السنة دي في تنظيم كبير جدا وما حسناش بأي زحام ولا أي شيء يعني لغاية دلوقتي. التفويج من كل المشاعر كان منظم جدا، كل حملة بمواعيد ثابتة، فده خلى فيه سهولة جدا في التنقل بين المشاعر لغاية دلوقتي. حج هذا العام اتسم أيضا بأجواء مناخية حارة للغاية، ما دفع الحجاج إلى استخدام أساليب عدة لمواجهة الحر، منها غسل الرأس بالمياه أو التظلل أسفل قطع من القماش نصبوها من خلال ربطها بحافلتي نقل. طبعا بعلمنا الصبر، ويوم عظيم جدا في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، وبعلم الواحد الصبر، والصبر أهم شيء على فكرة الواحد بتعلمها من الحج. بس الصراحة السنة دي منظمين الوضع أحسن من أي سنة، الوضع كويس الصراحة، الواحد مبسوط جدا والله. من ناحية ثانية، سجل الحجاج الإيرانيون غيابهم عن أداء مناسك الحج للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، بينما أعلنت السعودية ترحيبها بالحجاج الإيرانيين في حال وصولهم من دول أخرى. كما أعلنت الرياض إطلاق قناة خاصة بالحج باللغة الفارسية، موضحة أن الهدف منها إيصال رسالة الحج للناطقين بهذه اللغة، وذلك وفقا لما تم نقله عن وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي.